فهذه البطاقة تفعل الباي بال تفعيلا كليا إنشاء حساب جديد على بنك باي زيرا. الجزء الثاني سوف نرى طريقة شحن الحساب لكي تقوم بطلب البطاقة، وفي الأخير تأكيد استلام البطاقة. بنك باي زيرا يوفر لك حساب بنكي أوروبي زائد بطاقة فيزا كارد تكون بلاستيكية تصلك إلى غاية بيتك. الشرح مقسم لعدة أقسام، هذا الجزء الأول سوف نرى فيه إنشاء حساب جديد على بنك باي زيرا. الجزء الثاني سوف نرى طريقة شحن الحساب لكي تقوم بطلب البطاقة، وفي الأخير تأكيد استلام البطاقة. فهذه البطاقة تفعل الباي بال تفعيلا كليا، لذلك إذا كانت هناك طلبات من الإخوة يريدون شرح طريقة تفعيل الباي بال تفعيل كلي، سنقوم بشرح آخر بإذن الله. الآن نمر لشرح التسجيل في بنك باي زيرا. إخواني، أول شيء نقوم به هو الدخول على الموقع، وسوف تجدونه أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. نضغط على ريجستريشن من هنا. أول شيء سوف نختار بيرسونال اكاونت، دولة يتم تحديدها تلقائيا، يمكنك ايضا تغييرها لكن لا انصح بذلك. اذا كنت من المغرب فانت ضع من المغرب، اذا كنت من الجزائر ضع الجزائر، او مصر مصر، يعني لا تغير الدولة. لانها نصيحة اخواني، لاحظت بان الكثير من الاخوة يقعون في هذا الخطأ، انهم يقول لك مثلا لدي بعض الاقارب في فرنسا، مثلا اضعها في فرنسا وتصلوني الى فرنسا ويقوموا بتصوير البطاقة ويبعثوها لي واقوم باستعمالها بشكل عادي. فانا لا انصح بهذه التلاعبات صراحة. اذا كانت لديك اقامة في فرنسا او في اي دولة اوروبية اخرى فهذا لا مانع له، ولكن اذا كان ليس لديك هذه الاقامة فلا تتلاعب في هذه الأمور، لأنه مستقبلا إذا كان تابعت معي الشروح المستقبلية وهي الربح من الأنترنت وطريقة العمل مع بعض الشركات الأجنبية، فقد تواجه مشاكل إذا كنت تريد شحن سلع أو إثبات هوية للبنك الخاص بك. هذه المشاكل قد لا تصادفها حالا عند طلبك للبطاقة، وإنما مستقبلا بعد سنة سنتين من استعمال البطاقة. لذلك إخواني، ضعوا معلومات الشخصية كما هي، فإن البنك يدعم الجزائر، المغرب، مصر، تونس، أغلب الدول العربية. هنا تضع الإيميل الشخصي الخاص بك يجب أن يكون صحيح لأن تصلك رسالة تأكيد عليه. هنا تضع الباسورد وكلمة السر وتعيد كتابة كلمة السر، وهنا عندك نيم الاسم الشخصي، في المكان الثاني سير نيم اللقب أو اسم العائلي، كونتاكت فون أو رقم الهاتف حسب اختيارك للدولة. سوف تظهر ثلاث أرقام وهي مفتاح الدولة الخاصة بك، مثلا في المغرب 212، في تونس 214، في الجزائر 213، وأنت قم بكتابة الأرقام المتبقية من رقم هاتفك بدون كتابة الصفر الأول. بعدها توافق على الشروط، فأنا أحفز أن تقوموا بقراءة كل هذه الشروط وأيضا هذه وهذه. كل هذه الشروط يجب عليك أن تقرأها أخي الكريم، هذا لكي لا تواجه مشاكل مستقبلا. إذا قلنا نقوم بتأكيد هذه الخيار من هنا، بعدها نضغط على Open an Account. إذا كما تلاحظون تظهر لك هذه الرسالة، مفادها بأن تم إرسال لك رسالة نصية للحساب البريدي. أنا سأقوم بالدخول على حسابي في الجيميل. الرسالة ممكن أن تجدها هنا في هذا المكان في Principal، وإذا كان لديك مثلا Notification فقد تجدها هنا في هذا المكان. نضغط على Notification، نلاحظ بأنه لدي هنا رسالة تأكيدية من باي زيرا، هذه هي، سوف أضغط عليها. إذا لو تلاحظوا موجود هنا Your Account Activation Link، اللينك الخاص بتفعيل الحساب، سوف نضغط عليه، هذا هو، تجده هنا. بعدها يظهر لدينا الحساب بالشكل التالي. بعد ما أنشأنا الحساب نقوم بتأكيد الهوية الشخصية الخاصة بنا بالضغط على Carry Out Identification. تظهر لنا هذه الواجهة، نختار أول شيء Confirm Your Phone Number، تأكيد رقم الهاتف، Perform، نضغط عليها، وبعدها نقوم بالتأكد من الرقم الذي وضعناه، ونضغط على Send the Confirmation Code، الهاتف تصلنا رسالة نصية كما تلاحظون، وصلتني أنا الرسالة النصية. تقوم بكتابة الرقم الذي وصلك في الهاتف، هذا هو الرقم. إذا نضغط على Confirm the Phone Number، كما تلاحظون اختفى الخيار الأول. الآن نمر إلى المرحلة الثانية وهي تأكيد معلومات أو الهوية الشخصية. تأكيد الهوية الشخصية يكون عن طريق يا إما الـ ID Card، بطاقة التعريف الوطني، أو الباسبورت، جواز السفر، أو عن طريق بطاقة الإقامة Residence إذا كانت لديك وثيقة إقامة، فيمكنك رفعها أيضا. نضغط على Perform من هنا، للعلم أن الطريقة تغيرت. نقوم بالضغط على Authorize من هنا، أو تفعيل الكاميرا. لماذا تفعيل الكاميرا؟ لأنه مطلوب هنا ويب كام، كاميرا متصلة مع جهاز الكمبيوتر لكي يتم التأكد مباشرة عن طريق أخذ صورة من الكاميرا. إذا إخواني، بعدها نقوم بتأكيد أحد الطرق، فأنا سوف أختار الـ ID Card لتسهيل العملية، بطاقة التعريف البيومترية إذا كان لديك جواز سفر أيضا يمكنك ذلك. نضغط على Continue من هنا،
بعدها تظهر لدينا هنا الكاميرا الخاصة بنا. لاحظوا معي، هذه هي الكاميرا الخاصة بي، وهنا يقول لك كيف يجب أن تضع البطاقة. يجب أن أضع البطاقة بهذا الشكل، ونضغط على take a photo، وبعدها نضغط take a photo of the other side. إذا كان لديك جهة خلفية، إذا كان لديك فقط جواز سفر فلا تحتاج لهذه العملية. ونضغط مرة أخرى على take a photo، ونضغط على continue. الآن يطلب منك أن تأخذ صورة سيلفي مع بطاقة الهوية أو جواز السفر الذي قمت بتصويره. إذا تقوم بعمل سيلفي لك مع البطاقة، تضغط على take a photo وتضغط على continue. بعدها إخواني كما تلاحظون تظهر لديك على الجهة اليسرى الصورة الأولى للبطاقة أو جواز السفر، الصورة الثانية الوجهة الثانية للبطاقة، وعلى الجهة اليمنى بعض المعلومات يجب أن تقوم بكتابتها، الدولة التي أصدرت هذه البطاقة، وبعدها تختار الجنسية الخاصة بك، بعدها سوف تجد هنا الاسم الخاص بك، وبعدها اللقب، وتحتها مباشرة سوف تقوم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك، وتحتها تختار الجنس ذكر أو أنثى، وتحتها تكتب رقم الوثيقة. هنا تقوم بكتابة تاريخ إصدار هذه الوثيقة، وأسفله مباشرة سوف تضع تاريخ انتهاء هذه الوثيقة، وتحته سوف تضع الرقم الشخصي. إذا بعد انتهاء من كل المعلومات نضغط على هذه الأيقونة Submit، وبالتالي تم رفع الوثائق بنجاح وتأكيد هذه المعلومات. التأكد أو التأكد من هذه المعلومات، من صحة هذه المعلومات في مدة يوم عمل. إذا إخواني أنا سوف أنتظر بإذن الله بعد ما يتم تأكيد التأكد من المعلومات وقبولها أو رفضها، سوف أعود لأكمل هذا الفيديو. بعد 24 ساعة تقريبا سنقوم بالدخول على حساب البريد الإلكتروني. كما تلاحظون وصلتني رسالة، ندخل عليها، يعطيني تاريخ تاريخ رفع الوثيقة، وبعدها ستاتي أو الحالة confirmed، بمعنى أنه تم التأكد من الحالة. Your document has been confirmed، بمعنى تم التأكد من الوثيقة. وصلنا إلى المرحلة الثالثة، سنقوم بالدخول إلى حسابنا في البايزارة لكي نتأكد. الآن إخواني يمكننا أن نقوم باستعمال الحساب، ولكن لدينا limit، معناها أنه لديك الحق في شحن أو استعمال ما قيمته 1830 أورو بعد انتهاء الشهر الأول. يمكنك استعمال كمية أخرى في مدة شهر أيضا وقيمتها 1800. هذه هي الليميت، يعني القيمة محصورة هنا. من لا يحتاج أرصدة فوق 1800 أورو فيمكنه استعمال الحساب كما هو وشحنه، ومتابعة الشرح المقبل الخاص بشحن الحساب وطلب البطاقة. أما إذا كان احتياجاتك في الشهر تفوق 1800 فتابع معي الشرح المقبل، سيكون شرح لتفعيل الحساب عن طريق سكايب. إلى هنا نكون قد انتهينا إخواني من هذا الشرح. إذا أعجبك الفيديو قم بمشاركته مع أصدقائك لعله يستفيد منه أحدهم، ونلتقي في الشرح المقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.